بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورحمة. أما بعد، إن شاء الله بفضل الله تعالى نحصل على فايدة من دراستنا لبعض أسرار آيات كلمات ورد سورة محمد عليه السلام. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا الذين كذبوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توقفتم بالملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتيركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمن وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. صدق الله العظيم. بقصد شريف أردت أن أكثر من عدد الآيات، يعني هنا لم نقتصر على آيتين أو ثلاث، هنا أخذنا جل يعني الآيات في سورة محمد عليه السلام التي تعنينا الآن، هي أن كثير منا من يدعون الإسلام وهم ليسوا بمسلمين بل هم أصحاب مصالح ترمي نفوسهم المريضة إلى سلك الحكم لا غير. واللي ضارعه من السلفيين وضارعه من المساندة للشريعة كله أغلبهم لا يفقهون شيئا من الرسالة الخاتمة هذه. والدليل هو كلام الله. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هؤلاء السلفيون الصحاح وينصروا في الشريعة لكن كذلك ينصروا في العقيدة. الشريعة من الأنصار الشريعة دعوتهم كثيرا إلى الرجوع إلى الأصل القرآن والسنة والأحاديث القدسية. خير لهم لأنهم استعجلوا فسموا أنفسهم أنصار الشريعة ونسوا أن قبل نصر الشريعة لابد من معرفة وحياة صحيحة مع العقيدة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم تعاون إلى هذه الأسرار الكبيرة. والذين اهتدوا زادهم ربهم هدى. علاش اهتدوا؟ لأنهم لم يمسسهم الشيطان، لأنه ربي راد بهم خيرا، لأنهم اختاروا لأنفسهم ما يجب أن يختار. والذين اهتدوا أي من البداية من المنطلق مع الله لا أحد، من المنطلق مع القرآن لا كتاب، من المنطلق مع محمد عليه الصلاة والسلام لا قائد، لا ليدر ولا ليدرشيب، لا قائد ولا قيادة،
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. في الأمر إذا كان أنت ربك على يزيدك في الهدى فأنت قد أوتيت التقوى، أي تجنبت بفضل الله وتسهيل منه كل ضروب اللي تغضب الرحمن عنك. اسمه رحمن لكن يغضب. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يعني ألم يلتفت هؤلاء الذين سبق ذكرهم من سلفيين منحرفين وأنصار شيعة وهم مخرجون الشريعة لأنهم لم يفقهوا العقيدة كما يجب، ألا يجوز ولا يصلح بهم أن يروا أن العقيدة قريبة ومن مات فقد قامت قيامته؟ ثم أشراط الساعة الصورة كلها قد استوفت في عددها ربما، ولما ننتظر إلا ما هو أشنع وهم أضر لمن سيلحق الثلاث أشراط الساعة الثلاث الكبرى، وهي الدابة وخاطب الناس وتنذرهم، والشمس تنقلب دورانها إلى العكس، ثم والعياذ بالله أكبر من تبتلى بالثقلان هو المسيح الدجال، وربما نحن فعلا في من عمق هذه العملية التدجيل. هو قعدت في الماس ميديا ولم يكن فيه تدجيل وتسميم وتضليل والهاء عن ذكر الله والإخراج من سبيل الله والقطيعة مع محمد عليه الصلاة والسلام ومنها عكس الآيات رجعتها معاني غير معانيها، هذا كله لا يكفيكم. ولهذا والذين اهتدوا زدناهم هدى وآتاهم تقواهم، نتمنى أن تكونوا من هؤلاء. نحن أهل القرآن لنا نسأل الله أن تكونوا من هؤلاء. فهل ينظرون إلى الساعة؟ يعني إحنا مش أنتم بركة لمن تدعون الإسلام، حتى العالم كله بإنس وجن نسأل الله أن يعلمهم أن الساعة قد قربت، قربت الساعة وانشق القمر، وهذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فما بال الناس اليوم وهم أكرم من ذي قبل من الساعة لا ينتبهون؟ لماذا؟ قد ختم على قلوبهم والشيطان صدق ظنه فيهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ شوف ربك بتقول كالحق، والكلمة هذه بلا في مكانها كما في كلام القرآن كله كلام ربي، بغتة لعل الناس يزلزلون بهذه الحقيقة المباغتة المزلزلة بغتة. وهذا ما رأيناه قبل مرة، يؤخذ الظالمون بغتة، يكون أصحاب سلطان وأصحاب أعين في كل مكان، لكن وقت يحضر عذاب الله يأتي بغتة من القواعد ويسلمهم عقلهم ويسلمهم قواهم الجوسسية والمخابراتية. وهذا ما سيقع للأمريكان وأوروبا والروس والصين ومن لفه من أهل الإسلام بين ظفرين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ قلنا الأشراط هي العلامات والإرهاصات، أي لا تقوم الساعة إلا بمرور هذه الأشراط. فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، فكيف حالهم وكيف يسمحون لأنفسهم أن يقدموا على هذا الحسم الإلهي وهم بغفلة يعمهون، بل مبغضون للحقيقة ويصدون عنها ويسعون لصد الناس الذين يريدون الخروج من هذا المأزق ومن هذه المؤامرة الشيطانية والعياذ بالله. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. صدق الله العظيم.